قرن الجهاز البولي التناسلي، أنا أعتبرها في اليوم الذكري، كان عندنا 3 محاضرات عظمية، دور أورام والتهابات مفاصل، وكان عندنا محاضرة جيوب. في رمضان ممكن نحذف محاضرة ونخلي واحدة، إن شاء الله خير. دكتور، بالنسبة للعملي إيمات؟ عملي صار تقريبا جلستين، جلسة التصوير الضليل، نعطيكم عدة صور ضليلة نعرضها، جلسة عن تشريح البطن الخاص إن شاء الله، كيف أخذنا الدماغ، أخذنا الصدر، أخذنا لمحة من أشعة واحد صحراء. دكتور ايه مش دكتور انت عمر مذيع بالظبط؟ العلامات؟ زي العلامات 30 مليون صفر، عملنا السنة الماضية، وقت الكلية هي الحدث، أشغالنا على صاحبي 30 عملي و70 نظري. لا دكتور 30 علامة دكتور بس على عبد، الصور؟ نعم، العلامة عن العملي، يكون امتحان عملي عبارة عن مجموعة صور، عليه سؤال شو هذا العضو، شو نوع الصورة، التشخيص، دكتور بعد إذنك، 30 بالنسبة للاستطلاقيات، سمعناه. دكتور بعد إذنك بالنسبة للجلسات الواقعية، إذا في مجال تعطينا إياهم في الجامعة بعد إذنك. ماشي، الجلسات المتبقية إن شاء الله ناخذها بالجامعة على طول. لأني كثر صراحة خير. دكتور يعني بالشرح هنا على النت شوي في بعض معلومات، يعني بدها مؤشر بدها كذا، فيعني ما بين معناها السوا. إن شاء الله الجلسات الجاية تكون إن شاء الله بكلية، إن شاء الله تعالى، هذا الأسبوع إن شاء الله، أنت هني يوم الأحد ولا الاثنين عندنا الجلسة؟ عملي. دكتور هذا الأحد عنا محاضرات، ما في إنه مجال ناخذ، إذا الاثنين ممكن. جدا نشوف إن شاء الله خير. الدرس الماضي كان صار في نقاش حول النصف عمر المادة الضليلة، نصف عمر المادة الضليلة هو صراحة ساعتين، يعني 120 دقيقة، نصف العمر أو هالف لايف للمادة الدوائية هو الوقت الذي تستغرق المادة الضليلة أو المادة الدوائية لتطرح كاملة من ويطرح نصفها من الجسم أو يستقلب نصفها، فتقريبا المادة الضليلة 4 ساعات تطرح عن طريق الجسم، فنصف العمر هو ساعتين صراحة، 120، في بعض المراجع كاتبة 100 دقيقة، بس مبدئيا نحن ساعتين. مبدأ تصوير الطبق المحوري يا جماعة، الطبق المحوري جهاز أشعة سينية عادية، في تيوب يطلق أشعة بشكل حزم حسب الوزن الذري للأنسجة، بتمتص ما كان وزن الخلية أو النسيج عالي، بيمتص المادة الأشعة السينية بشكل أكثر، وذلك في كواشف وراء الجسم المريض بين تيوب وبين جسم المريض، تصلها الأشعة السينية بشكل متفاوت حسب كثافة الوزن الذري أو الوزن الذري للنسيج، العظم مثلا ما بتصل يمتص الأشعة السينية وتحتوي كميات قليلة، وذلك يبين باللون الأبيض، بينما الغاز
تختار وزن الدري كثير خفيف، وذلك تخترق الأشعة السينية بشكل جيد، وذلك أعطانا باللون الأسود. وسط الكمبيوتر يعاد تشكيل الصور الطبقية بشكل الصورة اللي نعرفها باللونين الرمادي الأبيض والأسود وتدرجة طبعا، وبالإضافة إنه يعطينا صور مقطعية عبارة عن حزم، يعني يمشي بياخذ مقطع، بيمشي بياخذ مقطع وهكذا. الهاوس فيلد هو أداة كثافة المدى الضوئي كثير مهم، لما نشوف آفة الطبق المحوري إنه نقيس كثافتها بيساعدنا بالتشخيص. مثلا الهاوس فيلد بالنسبة للماء حوالي صفر، طبعا معك للعشرين حسب بعكورتي، كل ما ازداد عكورة الماء بيزيد الهاوس فيلد. المعدن تقريبا من 500 إلى 1000 هاوس فيلد، الشحم من صفر إلى ناقص 50، بينما الغاز من ناقص 200 إلى ناقص 1000 هاوس فيلد. والأنسجة تتماشى من 30 حسب احتواء النسيج من الماء، عند البرانشيوم الدماغي عند الأطفال بالوذن الدماغي يكون غزير بالماء، وذلك يعطينا كثافة قليلة، يعني يمكن 25 30 قريب لكثافة الماء 50 60 100، فما دونها كلياتها كثافة أنسجة. إذا تقاس كثافة الطبقة بالهاوس فيلد. كيف ندرس صورة الطبقة المحورية؟ لكل صورة أشعة على اختلاف أنواعها بروتوكول معين للقراءة، لكنها تشترك جميعا بأن تتم قراءة الصورة كاملة دون إغفال أي جزء منها. لذلك نقسم الصورة المقروءة إلى 3 أقسام بالطول أو بالعرض، ونبحث عن عناصر التشريحية جميعها، ونسجل أي نقص في حال وجوده. يعني بشكل عام بالنسبة للطبقة المحورية صراحة لدينا أعضاء كثيرة، وذلك بنشر المقاطع. ندرس عضو عضو، مثلا نبلش بالطحال، ندرس الطحال من فوق لتحت، الكبد من فوق لتحت، المرارة، وهكذا ندرس عناصر التشريحية من العناصر التشريحية واحد تلو الآخر. في دراسة الكظر مثلا نشوف الكظر شكل حرف واي مقلوبة، نقارنه بالسويقة الحجابية، الحجابية 3 جوسمك كده 1 سنتيمتر. في دراسة الكليتين نشوف إذا في ضخامة، إذا في حصيات، إذا في استسقاء، إذا في أورام. ندرس اللفافات، لفاف الجيرودا، ندرس جوف البريتوان، جوف الجنب، التامور، ندرس المثانة، وإذا في تسمك، إذا في حصيات، إذا في رتود، إذا في أورام، ندرس البروستات، إذا في ضخامة، إذا في عدم تجانس، إذا في عدم انتظام، إذا في آفة كتلية وعقدية. الأخطاء الصنعية اللي نشوفها في الصور أو ما يسمى بالمظاهر الخادعة، المظاهر الخادعة بالطبق المحوري أو ما يسمى الأرتيفاكت، حركة المريض يقوم الحاسوب بإيجاد معدل كثافة واحدة مكعبة تدعى الفوكسل، ويرمز إليها يسند إليها إضاءة البرايتنس، أنه بناء على ما يحيط بالبنية المرسومة على الطبقة المحورية تعدل كثافتها الظاهرة على صورة الطبقة. مثلا في حال سقطت الأشعة بشكل مماسي، تلفيف من تلافيف الدماغ، أو مثلا سقطت على منطقة حدية، تلفيف أو بين تلفيف أو منطقة حاوية على السائل بناء على شوكي، ينتج علينا كثافة على صورة الطبقة المحورية تحد من الشذوذ. هنا لما احنا ناخذ مقاطع طبقة محورية بسماكة 1 سنتيم، ممكن يجي مقطع الطبقة المحورية وين يجي؟ يجينا على سائل الدماغ الشوكي من شق سيلفيوس، وناخذ المقطع الثاني وين؟ مثلا بالبرانشيم الدماغي من التلفيف الدماغي. فهو كيف بده يعطيني هذا المقطع؟ يعطينا متوسط هو، وذلك ممكن نشوف في نقص الكثافة بالتلافيف، أو مثلا لما يدرس سقف البطين نشوف سقف البطين أعطانا أسود. ليش؟ مو هذا محتشى، هاي متوسط الكثافة بين البطين الدماغي اللي الهاوس فيلد
ناقص وبين كثافة الأبراج المادة البيضاء حولهم. فذلك يختار متوسط يعطينا كثافة متوسطة. وذلك بدنا ننتبه هنا المقطع الأول قبل واللي بعد، ممكن يكون واحد ناقص والثاني زائد. إذا كان نفس السوية لازم نطلع الكثافة متجانسة، إذا يأخذ متوسط الكثافات. كمان أو تصلب الحزم، كل ما زادت كثافة العظام خاصة بالحفرة الخلفية أو بالعظم الصخرة أو حتى بالعلاجات السنية، فتتشتت الأشعة السينية تعطينا على شكل حزم ما يسمى الأرتفاكت. الآن في عندنا حركة المريض لما الحجاب الحاجز يتحرك، تشوف أعطانا بنص قاعة الرئة منظر دائري، كثير مرات يشخص على أنه كتلة، وقبة الحجاب الحاجز مع حركة المريض أخذ مقطع وبعدين اختفى. نأخذ المقطع الأسفل أنه ما في هذا المقطع، هذا اسمه البارشل فولو المظاهر الصابعة. تصوير الجهاز البولي، دائما تصوير الجهاز البولي بالطبق المحوري بري كونتراست قبل الحقن المادة، وهو دائما نستخدمه من شان الحصيات. قد تكون الصورة الوحيدة التي نعملها بري كونتراست بالطبق المحوري. إذا ما في مضاد استضاف دائما نعمل الصور بشكل عام على الأغلب مع حقن المادة الضرينة. طول الأرتيريال فيس من 15 إلى 25. طول الشريان الباك نشوف الشرايين الكلوية إذا في تضيق أو في شيء. الطول الوريد إلى 30 إلى 60 ثانية. والطور النفروغرافيك من 75 إلى 100 ثانية يصير في إفراغ قبل الشكل الهاتفي. والطور النيروغرافيك طور الإفراغ 3 إلى 10 دقائق بين معنى الحربين والمتانة. شايفين هنا في أول صورة الأبرار والأجهزة في مادة ضرية، ذلك احنا عدينا الطور الوريدي والشرياني، فإحنا بالطور الإفراغي اتصل معنا كويسات بالحالب. كمان صورة الأجهزة في الأبهار الورطة والاي بي سي، كمان ما في مادة ضرية فإحنا بالطور الإفراغي. عضلتين الوسواس والحالبين، شايفينهم في عندنا كمان حالبين عضلتين الوسواس في الحوض مقطع، هون كمان شايفين عندنا النقطتين البيضاء ومقطع في الحالبين يوريترس. باليمين هي صراحة ليس الرايت رينال فين، غلط هذا الشريان والوريد الحرقفي الظاهر. إذا هذه الأوعية الحرقفية أو ظاهرة. إذا على اليسار كاتبين رايت رينال فين، هذا غلط، هذا مو الوريد الكلوي، هذا الأوعية الحرقفية الظاهرة اليمنى. كمان نفس الشيء باليسار، نحن لما سد الحوض شو جابنا الشريان الكلوي فوق. شنو في مقطع في المثانة بلادر، نصف المادة الضرير ثقيلة وإذا يكون بالأسفل، والبول في الأعلى شايفين المدن سوية وانتراست المادة الكثيفة، وإلى البول اللي يتفضل بالأعلى لأنه أخف من المادة الضرينة. شايفين شكل منظر البروستات، لاحظنا حتى في فتح حجابي، عندنا فتح حجابي لاحظين قناة العربية في شعفاء جواتا الأيمن أكثر. نشوف المظهر الشعاعي الطبيعي الكلية والكظر، ونأخذ بعض الحالات المرضية. اللفافة الكلوية رينال فيشيا أو ما يسمى لفافة جيراتا، هي الطبقة من النسيج الضام تغلف الكلية
والشحم المحيط بالكلية والكظر تكون مغلقة من الأعلى ومن الأسفل مفتوحة على الأوعية الكلوية ولكنها لا تصل للحوض. عندما تصل أي تجمع نزفي أو التهابي ضمن اللفافة إلى الحوض معناته في تمزق. شايفين لفافة جيروتا؟ هي لفافة جيروتا في تشريح الكلية لدى القشر الكلوي عندنا اللب الكلوي عندنا الجيب الكلوي. صراحة الجيب الكلوي يضم كويسات الأوعية الكبيرة بالطبع كثير واضح تشريح الكلية من يكون أكثر يميز بين الجيب الكلوي واللب الكلوي. كظران غدتين بشكل حرف واي أو في أو من القبعة فوق الكلية. اليسرى أعلى من اليمنى، اليسرى أسوق وحش الأبهر بينما اليمنى تكون خلف وحش الأجوف السفلي وأنس الكبد. الحرف واي هي شايفينها منظر الكظرين السويقة الحجابية والأبهار والأجوف. منظر البنكرياس، هذا البنكرياس منظر الأورطة سويقة الحجابيتين والكظرين والكبد والبنكرياس. وكمان في عندنا منظر الأجوف والأبهار ورأس البنكرياس والقبة العلوية للكلية. شايفين الاسم A والاسم V بشكل حرف فوق الأبهار والأجوف دائما في إذا شفت وعيان مدورات فإن الاسم A والاسم V يسبب ميزنتريك أرتري وسبب الميزنتريك فينوس. يظهر المقطع المجاور للوريد الكلوي الأيسر الذي يصب في الأجوف السفلي والشريان الكلوي الأيسر والأبهار والشريان الكلوي الأيمن يتفرع من الأبهار والقطب العلوي من الكلية اليمنى والوريد الأجوف السفلي والشريان المسانيق العلوي. شايفين كما عندنا شريان كلوي من الأيسر تتفرع من الأبهار طبعا صورة من الحقن المنظر واضح غير. نشوف الاسم A والاسم B نشوف الوريد الأيسر يمر تحت الشريان المساريقي يصب في الأجوف السفلي. الآن يمر تحت الشريان المساريقي شو هو؟ القضاء الثالث اللافج. الآن تشريح الكلية ليفت رينال فين رايت رينال فين بين الشرايين والوريد الكلوي. هذا السببية طلعت الصورة في الأعلى التحام التحام الكليتين أمام الأبهر ما يسمى كلية ناع الفرس مع تبدل في المحور. محور الكلية بشكل ثمانية يكون موازي للوسواس. اتجه المحور الطولي الأنسي بالأعلى وفي الوحشي في الأسفل بينما كلية ناع الفرس بالعكس يكون المحور الطولي بالأنسي بالأسفل وبالوحشي بالأعلى بشكل حرف سبعة وشكل ثمانية بالتوضع التشريحي.
أحيانا يكون الامتحان بشكل شريط ليفي، وأحيانا يكون امتحان كامل للبرانشيم الكلوي والكليتين. نسبة حدوث كل إبناء الفرس 1:4 على 1000 وتدعى كليتنا على الفرس، يزداد هذه الحالة خطر الشكل بكل من الأورام وأهمها ترانزينشيال سيل كارسينوما من 3 إلى 4 مرات، تزداد الحصيات والالتهابات والانتانات المهندة. الحالة الثانية دور الطبق المحوري على اليمين لمستوى رأس الفخذ وصورة إيكو على اليسار، وكلاهما وجود قطرة قولي داخل مثلا شعب القطن. بالنظر إلى صور المجاورة نستنتج أن السبب وضع القطرة هو وجود خلع في ارتفاق العانة، تباعد في ارتفاق العانة، وجود خلع نتيجة ضرب. بعد الانتباه إلى الأذيات الرضية التي يتعرض لها كل من الحالب والمثانة. يجب أن نعتمد على عدة مقاطع يتم وضع التشخيص. شايفين هنا في أن المرارة شكل المكان الطبيعي موجود بنية مائية إلى المسلم من الكبد. السؤال هل ذكرت حالات لمرضى بمرتين في الأدب الطبي؟ نعم هناك. الصورة على اليسار نلاحظ مقطع أدنى الكثافة المائية نفسها، من الميزة هنا بأنها محصولة عن نسيج كبدي من نسيج شحمي. بالإضافة إلى أن الزاوية العلوية للكبد مكان السهم الأزرق منفرجة، هذا يعني أن الكبد لا يحيط بهذه البنية وبالتالي فهي ليست على حسابه. ممكن تكون نفس المرارة بشكل عام ولا بشكل لوب، فلما شيء لاف نعرف المقطع في أثنين مقطعين لأنه هو بشكل لوب، بشكل مثل نصف دائرة. لما ناخذ مقطع أرضي يعطينا مقطعين، إذن يوم تضاعف مرارة أو عبارة عن نفس المرارة لافة وعطتنا من نفس المنظر مقطعين. إذن في كيسة مائية بسيطة الكلى اليمنى تصميم كيسات بوزنياك، سمك بسيط في الجدار بوزنياك واحد، تسمك مع بعض الحجب بوزنياك اثنين، بوزنياك تصنيف بوزنياك معروف لدراسة تمييز الآفات الكيسية هل هي سليمة أو خبيثة، وجود حجب سميكة بوزنياك ثلاثة، وجود آفة مختلطة سيستيك ماس بوزنياك 4. التشخيص تبي كيسة مائية بسيطة أو كيسة دموية أو خراجة. الكيسات المائية البسيطة شائعة جدا عند متقدمين السن فوق 50 عاما. نشوف نص المرضى عندهم كيسات كلوية، وهي يعني عبارة عن كيسات ملساء رقيقة دون تحجبات. كثافة متجانسة، كثافة الماء الأسود هو صفر معانا 20، ولا تعزز المادة الضليلة وجدارها رقيق أملس. جميع تصنيف بوزنياك بوزنياك واحد كيسة بسيطة
مع كثافة هاوسفيلد 0-20، لا يوجد تكنسات، لا يوجد حجوب، والجدار كيسة رقيقة أملك وتدوير حميد، بوزنياك 2 كيسة مائية قليلة التعقيد، واضحة الحدود هشة القوام بشكل متجانس، قطرها 3 سنتيمتر أو أقل، تكنسات ناعمة أو قليلة الدخانة في الجدار أو الحجوب. وزنك 5 آخر شيء، نشوف كتلة كيسية سيستيك ماس مع تعزيز مكونات النسيج الرخو، أي آفة كيسية خبيثة حتى تتراكس. ترانزيشنال سيل كارسينوما سرطان خلية الانتقالية، تشاهد أن مرضى مريض متقدم بالسن 52 بالعام مدخن، غالبا يا جماعة أنا ما شفت ورم ترانزيشنال سيل كارسينوما عن مريض مدخن، ارتباط وثيق مع الدخان. ترانزيشنال سيل كارسينوما سرطان خلية انتقالية، ارتباط وثيق والسبب الأساسي. أي بيئة دموية عند المسنين بدنا ندرسها، بدك تدرس مثانة دائما لا تكون مثانة مليئة، لا تستعجل، خلي المريض يحفر بول منيح واعمل له ايكو بتمام الامتلاء. شوف الآفة دراسة طبقات المثانة، نشوف مدى ارتشاح الورم أو التبرعم بالجدار، هل وصل للعضلية، هل وصل للمصلية، جدار السفلي الأيمن للمثانة منظر فلسان منويا، ونشوف أن التوسع في الكلية اليمنى دائما عندما يكون قريب من الصماح المثاني يعمل استسقاء كلوي. سي أو سكان السكاسي غياب المثانة المزمن يكون المثانة الترابيقية متوسعة مع سماكة منتظمة بالجدار. ما كثير يهمني أنا صراحة. ورم حيوي محدود بالظهرية، فرقنا بين المرانين اللي هو بالظهرية ولا منتشر على العضلية. C1 يغزو النسيج تحت الظهرية، C2A يغزو العضلية السطحية، C2B يغزو العضلية عميقة، C3 يغزو تي 4 يغلي الأعضاء المجاورة أو يغلي الوقاية البعيدة. نظام الوقد أو النجود لينف نود واحد قائد بعقدة أنفية حوضية مفردة ووزن أقل من 2 سنتي، الاثنين القائد لعقدة أنفية حوضية مفردة تقيس أكثر من 2 سنتيمتر وأصغر من 5، أو عقد متعددة تقيس أصغر من 5، إن 3 نقائل لعقد لمفاوية مفردة تقيس أكثر من 5 سنتيمتر، وإن 4 نقائل لعقد لمفاوية تتوضع فوق شعب الشرايين الحلقوفية المشتركة، وإم 4 نشوف نقائل بعيدة. واحد نقاط بعيدة.
بشكل مكثف وبسعر منخفض، هذا ما ينطبق على التكنسات مع وجود ارتفاع موارد المعدن. الأسهم والخيارات استخدام الأشعة السينية تعطينا تشتت، يعطينا هذا المنظر هاردينج، منظر البيم هاردينج، منظر الأرتفاكت. وبالتالي الكثافات المشاهدة عبارة عن قطع معدنية يتم وضعها بغرض العلاج الشعاعي بذور مشعة مزروعة في البروستات. سرطان البروستات يأتي في المرتبة الأولى من سرطان المشخص عند الرجال، شائع جدا عند المتقدمين بالسن. الصورة يكون عبر الشرج لتقصي البروستات، من نوع كتلة ناقصة الصدى. الصورة بي على اليمين تم أخذ خزعة وصلت إبرة مكان السهم الأحمر موجهة باللي يكون في الخباثة. إذا دائما تضع على التجانس، ودائما كتلة البروستات تكون غزيرة التروية. وعندما نشعر بأنه هو الـ PSA لم يرتفع أكثر من 10، دائما يكون على أن يكون فيه سرطان. التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ET وهي تقنية تصوير في الطب النووي، تبين صور ثلاثية الأبعاد لبعض أعضاء الجسم وما قد يكون فيها من ورم سرطاني أو نقائل سرطانية، كما يمكن بواسطتها تفقد مختلف العمليات الوظيفية من الجسم كالعمليات الحيوية للجهاز الهضمي. يعمل الجهاز على أساس اكتشاف أزواج من أشعة جاما المنبثقة بشكل غير مباشر من نظير مشع يكون مصدرا للبوزيترونات. الإلكترونات موجبة الشحنة، يتم حقن المادة المشعة في جسم المريض بعد ربطها بجزيء حيوي فعال مثل جزيء السكر، وتتركز المادة المشعة بالعضو المناط فحصه كالدماغ أو الكلى أو الكبد. ثم يتم تسجيل القياسات لأشعة جاما الصادرة من العضو واستبيان صور ثلاثية الأبعاد لها بواسطة الحاسوب. يمكن رؤيتها على شاشة متصلة بالحاسوب. الآونة الأخيرة أصبحت تستعمل طريقتان في الوقت نفسه لزيادة التوضيح والاستبيان، هما تصوير الطبق المحوسب بواسطة أشعة سيني إكس، واقترنا بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ليس فحصا نوعيا لسرطان البروستات. الصورة جانبا هي رنين مغناطيسي مع حقن لغدة البروستات، والتي تظهر بشكل طبيعي بلون بنفسجي، ويظهر الحوسبة منويا بلون أفتح بسبب كثافتهم المائية السهم الأحمر. ثم يظهر على اليسار الصورة الكتلة منظر السهم الأسود، والتي تبين لها بأنها متجاوزة المحفظة باتجاه الحويصل المعلن، متجاوزة للعيان في عدم التضامن بحواف البروستات. ما هي المعايير التي تحدد تجاوز الورم للمحفظة المحيطة بالبروستات على صورة الـMRI؟ 1 عدم التناظر، الحزمة المعيار الأصلية بالجهتين الخصين وعدم التناظر. غزو الورم للحزمة الوعية العصبية، اجعل زاوية حادة في الغدة مكان الورم في صورتين A و B. غير منتظمة وارتشاحه في الزاوية بين المستقيم والبروستات.
إذن غزو الشحم، عدم انتظام الحوار، عدم التناظر، كلها علامات سرطان البروستات. وأنا شفت حالات من سرطان البروستات تتجاوز الفصل تحت اللثة، يعني أنا أصور مثلا أو أشوف فرم البروستات غازي الزاوية بين المستقيم من البروستات وغازي الحوص المنوي وصل لجدار المثانة. تعريف ال تي اكس تي يمكن تقييم ورم، ورم معروف عندنا، تي صفر لا دليل على وجود ورم اولي، تي 1 سريريا الورم غير مشوش وغير مرئي بالتصوير، تي 1 اي الورم هو موجود بشكل مجهري، تي 1 بي ورم موجود مجهريا وصادف في اكثر من 5% من المسلمين المستأصلة، تي 1 سي يتم تحديد تمييز الورم الوسط وتحفيز عدد الابره، اضافه الى ارتفاع الـ PSA من تي 1 سي وتعرف المشخص على هذه المرحلة، تي 2 ورم محدود من البوستات، تي 2 آ يشمل ورم على نصف على الأقل يمتد لنصف فص أو أقل، تي 2 بي يشمل ورم على أكثر من نصف الفص، تي 2 سي يشتمل ورم على كلا الفصين، تي 3 يمتد ورم الورم حدين، تي 3 يمتد خارج البروستات، تي 3 آ يمتد الورم خارج المحفظة وحيد الجانب أو ثنائي الجانب، تي 3 بي يغزو الحواس المنوية أو الحواس المنوية، تي 4 يثبت الورم أو يغزو البنى المجاورة. فقد ناحية إكس لا دليل على وجود أحد، إن صفر لا يوجد مقائل منفية. توجد نقائل بعيدة M1A نقائل لعقدة أو أكثر، MA M1B نقائل للعظام، MA1C نقائل لأماكن أخرى مع أو بدون مرض عظمي. حكيم مطلوب بها الجداول الحفظ. مطلوب بحكيم هالجداول وصراحة جماعة بقولي كثير يدققون عليها احفظها مشان بقولها كمان جماعة بقولي كثير بيهم التصنيف أورام البروستات، حتى احنا يعني شايفين لما نشخص مثلا درجات تمزق الطحال، لما نشخص درجات التهاب المكرياس، احنا هون الورم بنصنفه يعني صراحة خلاص تي ثلاثة من اخر ورم درسناهم درسناهم بالتشريح المرضي وبالأورام. ايه كويس، ما اتوقع يكون سهلين عليكم صح ولا لا؟ والله ما بنحفظه يا حكيم هذول صعبات يعني ما بنحفظه الجداول يعني شو اطلعوا عليه اطلعوا عليه معلش. شايفين هاي الصورة ورم البروستات، ورم البروستات شايفين الزاوية بين المستقيم والبروستات مكان السهم الأبيض كيف إنحاء الشحم وتبدل الزاوية، هاي ورم بروستات. شايفين هنا الصورة على اليسار كمان عدم انتظام، إن عدم انتظام بالقشر الكلوي الأيسر، وعندنا رينال سيل كارسينوما. نجي على سرطان الخلية الكلوية،
يشمل 90% من أورام الكلية الصلبة، ينشأ من القشر على عكس التي سي سي ينشأ من اللب. يكون في 5% من حالات كيسي، وتكون صفات الكيسة مشاهدة عندئذ خبيثة. بنشوف حجم، بنشوف تسمك بالجدار، بنشوف تعزيز. أنا شايف الجماعة البولية متى ما قلنا إنه كيسة معززة أو فيها حجم معزز خلاص اعتبروها فون كارسينوما ورشحوا المريض لها استئصال كلية جذري. كلما كبرت بالحجم وزاد الحجب وتسمكت الحجب تكون أميل لأنها تكون خبيثة. لتحديد التدبير نتابع الصور في الأسفل. الصورة A الورم أقل من 7 سنتي والمرحلة T1. الصورة B الورم أكثر من 7 سنتي والمرحلة T2. الصورة C الورم مرتشح الشحم حول الكلية T3A. والصورة D الورم مرتجع من الغدة الكظرية والمرحلة T3A. الصورة A الورم يغزو الوريد الكلوي والأجوف السفلي ولكنه لا يتجاوز الحجاب الحاجز. غير مهم نحدد بالتقرير الشعاعي أنه في غزو للوريد الكلوي أو الأجوف السفلي. الصورة F هي آخر صورة، الورم يغزو الأجوف ويتجاوز الحجاب الحاجز ويتجاوز الخط الناصف، يعني عبر عن اليمين وتجاوز الحجاب الحاجز. جدول هذا منكم مطالبين فيه. في عندنا كتلة كلوية الصورة A، عندنا ماس بالكلية معزز المعدة الضنينة، تخرب البرانشيم الكلوي. من الصورة B كمان صورة آفة معززة، في الشرايين الكلوية محل السهم الأبيض، غزو الوريد الكلوي الصورة سين. إذن عدة صور لأورام كلوية مخربة. من الصورة A بهي الصورة محل السهم كيف غازي للوريد الكلوي وصل للجوف السفلي. في الجوف السفلي غزو بسبب ورم كلوي. وهذا ذكرنا بودي كيارم هيك لما يصير خثارة وغزو الوريد الأجوف السفلي والوريد الفوق الكبدية من نوع يسمى متلازمة كوديكياري مكتسبة. من هنا في نقيلة أو كثافة بيضوية في الكظر الأيمن. خلينا نشوف بالأدينوما أو الأدرينال أدينوما. الورم الحميد الأشياء في الكظر هو الأدينوما الكظرية حال عدم وجود قصة سرطان وعرض أو أعراض تدعم وجود ورم كظري فعال كارتفاع ضغط الشرياني، وهذا يدعم التشخيص الأدينوما. في حال عندنا أورام ثانية بنتذكر أول شيء النقائل
لأن ارتفاع التوتر الشرياني غير مستجيب على الأدوية، فنفكر بالفيبروموسيتوما. الصورة في الأعلى هي صورة MRI بدون حقن يسار ومع الحقن على اليمين. شخص بالغ، نلاحظ في الصورة اليسرى أن الكتلة ناقصة الإشارة، وبعد الحقن الفيس على اليمين نجد أن إشارتها ازدادت. إذا أي آفة كتلية تعزز المادة الضليلة بالكليتين هي آفة خبيثة حتى يثبت العكس. أنا بالتعزيز ممكن أن تؤدي كيسة أو نزف. نشوف مضبوط النزف الكظري شيء عند الخدج وحديثي الولادة. الحالة الثامنة ضخامة البروستات الحميدة، شاهد عند أكثر من 50% من الذكور، وبشكل خاص عند الذكور الأكبر من 50 سنة، وقد تشاهد في أعمار أقل من ذلك أحيانا. وزن البروستات الطبيعي للبالغ هو 15 إلى 20 جرام، أما بعمر 70 فتكون أقل من 35 جرام. أما إذا كانت أكثر من 35 جرام فهي متضخمة. إذا أكثر من 35 جرام فهي متضخمة. بالمراجع القديمة يكتبون الوزن الطبيعي للبروستات هو 16، إذا ضاعفت 32 فهي متضخمة. بشكل عام فوق 60 جرام قد يكون علاج جراحي، وأقل من 60 جرام في العلاج دوائي محافظ. عندما نشاهد عيب ابتلاء بالمثانة يجب التمييز إذا كان هو الفص المتوسط للمثانة أو إذا كان تبرعم أو تازز جانس الكارسينوما، سرطان خلية انتقالية ضمن المثانة كثير مهم. كثير نشوف ضخامة الفص المتوسط للمثانة للبروستات ضمن المثانة. إذن رأينا في الصورة السابقة أن هناك عيب امتلاء بالمثانة ناجم عن ضخامة بروستات السهم الأخضر، لكن يبدو أن هناك عناصر أخرى في الصورة. مثلا تمثل الصورة في الطور المفرز للمادة الضليلة الطبق المحوري. نلاحظ على الصورة وجود تعزيز المادة الضليلة في المثانة، والذي قد يكون أيضا سداد حالي بثنائي الجانب. نلاحظ 4 كثافات بيضاء كثافة عند السهم الأزرق يرجح أنها حصية حالبية مع وجود أعراض كآلام خاصرة أو البنية الدموية. إذن صورة طبقة بدون حقن مع وجود تكلسات، إذا كان حالب متوسع نتابعه نشوف إذا كان حصانة مسألة حالب فهي حصانة حالبية. طبعا مقطع واحد صعب من هنا نحكم على الصورة ببساطة. شو الصورة الأخيرة في توسع أحاد الجانب في الحويضة، وبالتالي نقول أن توسع الحويضة مش هو السبب الحصان الحالبية. بنفس المريض في توسع فوق توسع الحالبية معناته أن حصان حالبية أسفل. الحصيات الكلوية تشاهد بشكل تكلسات كثافات بيضاء، يجب تحديد إذا كان التكلس داخل الحالب أو خارجه. إذا كان التكلس داخل الحالب سيؤدي إلى توسع واستصفاء وألم، في حال كان حصى حالبية وضخامة توسعت مع استصفاء كلوي فأيهما يكون سبب الاستصفاء. إذا كان الاستصفاء ثنائي الجانب فالضخامة هي السبب، وإذا كان أحاد الجانب فهو حصيات الحالب. مو شرط، أنا من كم يوم أجتني
الجانب المريض بالفعل لما يكون توسع ثنائي الجانب تشك بالأورام، فعنده توسع بالطرفين بكليتين داخل القفص الكلوي، فأنا قلت خلاص هاي عنده أكيد سرطان برش، سرطان بثانة وعامل انسداد الحلقة، طبعا منها طبق المحوري ولا عنده حصاتين بكل حالة، حصاة ثلاثة الحلقة في الأيمن واليسار وما عنده شيء في المثانة، إذا دائما في عنده مفاجآت بالطب. عضلة طويلة مولعة بس.